سيارة قمر تائي شاهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع أسامة مروى وشيرين بيوتي، حيث لاحظ الجمهور أنه تامر أخو رامي هو اللي عمل مفاجأة عيد ميلاد نارين ورامي، واللي لفت انتباههم أنه الحفلة كانت بس للعيلة، وتامر أخ رامي عزم أسامة مروى فقط من المشاهير، واعتبروا أنه أسامة صار واحد من عيلتهم، وأنه ممكن يكون سهرهم القادم. أما قمر طائي نشرت ستوريات على صفحتها بالإنستغرام، وضحت من خلال هذه الستوريات إنه هي سينجل، ونفت إشاعات الارتباط اللي كانت منتشرة عليها. شو رأيكم بخصوص هذه الأخبار؟ هل يوجد حب في قلب قمر؟ لا لا يوجد، غيركم أنت غيركم بالقلب ماكو. اسمعوا، آخر فترة هو طلعت إشاعات عني إني أنا مرتبطة، وبالاخير بعد ترند فيصل اللي هو هل يوجد حب في قلب فيصل، قسما بالله لما سويته كان دعابه مزح، بس الموضوع قلب سيريس وصار جد، وكل احد صار يفكر اني مرتبطه. تصريح مني، انا ما احب اي احد ومو مرتبطه، وبحياتي ما حبيت ولا ارتبطت على فكره بحياتي. ف بس بليز يتسكر الموضوع، والله انا لساتني عصفور طاير عم اقلي فطاير.